أنا دانا علي أحمد عصفور، أنا عمري 10 سنين. كنت كل الناس بتعرفني، وفي بيتي كنت قاعدة في بيت ربنا كاين كاتب لي حياة حلوة كتير. طلعنا من بيوتنا، تدمرنا، انزلينا، صار في حاجات مش حلوة كتير هنا. أول حاجة طلعنا على المدارس، قرفنا، والله قعدنا أيام كتيرة بالمدارس وتعذبنا. حكوا اطلعوا من خان يونس اطلعوا على رفح، طلعنا من خان يونس على رفح، برضه تعذبنا. وأول حاجة بنينا خيمة، أجينا ما معناش ولا حاجة، بنعرفش ولا قدامنا ولا ورانا. أجوا حكونا هنا في مية وحاجات بالمواصي، بنينا خيمة، كلفتنا فلوس كتيرة. قلنا فلوس فلوس، المهم إن إحنا بأمان. قعدنا، أول ما قعدنا قصفوا دول. بعدين أجوا في واحد قاعد في الخيام حكينا إنه هنا مخيم كويس وبيعتمدونا وإنه بيجيبوا لنا أكل شرب زي ملابس للصغار، لأن إحنا طلعنا بدون ولا إشي. أجينا على المخيمات هنا، في واحد الله يسعده بنى للخيام، قعدنا فيهم. كل ما تمطر الدنيا، هيكوا شايفين كيف المطر بتمطر، دخل علينا الخيام. في خيام هاي مخيم هنا غرقان، إحنا مخيمنا كمان مش غرقان، بس إحنا تعبنا من كتر هيك. وانا هاي بلوزة عليا، والله بغسلها وبلبسها تاني دغريا ورا هذا الاشي. واذا بدي اشتري حاجة بدي ادفع حقها